صحيح اليوم تنظم كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالجديدة ندوة وطنية في موضوع مهم، موضوع دراهينية يضم مجموعة من المتخصصين من أساتذة جامعيين وباحثين وممارسين يتعلقوا بمدونة الحقوق العينية بعد 10 سنوات من دخولها لحيز التطبيق. وهذه الندوة العلمية الوطنية تأتي في سياق الحركية العلمية التي تعرفها كلية الحقوق بالجديدة نظرا لدخول مسلك جديد وهو مسلك القانون باللغة العربية بعد 2 سنوات، وفي إطار الأنشطة العلمية التي تدعم الحركية الطلابية نتمنى أن تخرج مجموعة من التوصيات ومجموعة من المقترحات في إطار هذين اليومين العلميين، نظرا لأن هذا الموضوع دائما هو محل نقاش ومحل تفاعل على الصعيد الوطني. شكرا. الرحمن الرحيم. الحمد لله، جد سعيد أن نستضيفكم أنتم كإعلام داعمين للندوات والأنشطة العلمية، أن نستضيف كلية الحقوق بالجديدة التي تنظم ندوة وطنية تهم الشأن المغربي والشأن القانوني بصفة عامة، وهي مدونة الحقوق العينية بعد 10 سنوات من التطبيق. فنحن جد سعداء أن تكون هذه الندوة الوطنية وهؤلاء الشركاء من محكمة النقد ومحكمة الاستئناف والمحامون والعدول والموثقون والمحافظة العقارية وجميع الهيئات المتدخلة، وأن تكون في مدينتنا وأن تكون في كلية الحقوق بالجديدة. فهذا فخر لنا كمنتمين ومنتسبين لهذه الكلية ولهذه المدينة، لأن الندوة مهمة. 10 سنوات من مدونة الحقوق العينية، نريد أن نقيم التجربة، نريد أن نستشرف المستقبل ونعرف ما هي الإمكانات التي نطور من خلالها القاعدة القانونية وسد جميع الثغرات بغية الوصول إلى حماية للملكية العقارية وتحقيق الأمن العقاري. وشكرا لكم. نحن اليوم في رحاب كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالجديدة جامعة شعيب الدكالي، نحضر إلى هذا العرس العلمي الثقافي حول موضوع الندوة الوطنية التي تتمحور حول موضوع مدونة الحقوق العينية بعد 10 سنوات من التطبيق. فصراحة هذه فرصة من أجل انفتاح الكلية على محيطها، وكذلك استضافة مجموعة من الفاعلين في المجال القضائي والقانوني بمحيط الكلية. فأتوجه بجزيل الشكر إلى كافة الأساتذة الباحثين الذين سهروا على تنظيم هذه الندوة، ونتمنى أن تكون نقطة انطلاقة نحو الأفضل إن شاء الله. وشكرا. صراحة شعور جميل جدا أن أتواجد اليوم بفضاء كلية الحقوق بالجديدة من أجل الحضور لهذه الندوة العلمية التي تشكل إضافة نوعية لهذه المدينة ولكلية الحقوق بالجديدة لاحتضانها موضوع جد هام متعلق بمدونة الحقوق العينية بعد 10 سنوات من التطبيق. هذه الندوة التي تتناول مجموعة من الإشكالات المرتبطة بهذه المدونة، وكذلك سيقوم العديد من الباحثين بتقديم حلول واقتراحات من أجل تجويد النص القانوني. هذه الندوة أتمنى أن تشكل إضافة، وأيضا هي تعتبر بادرة خير لافتتاح المزيد من التظاهرات العلمية في هذه المدينة. اشترك الآن في قناة أشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.